هما المشيشات الصغار شي يلعب وحده والو ما غاديش يقيسوهم حتى شي حاجه، هادو باقي مش عارفه واش ديك الغريزه ديال القتيل وداك الشيء. اه كيشوفوا، شوف هادي كيفاش كتشوف فيه. ما يقدروش يأديو كيلعبو ولكن قاموا مسوقين ليه. اه ولا اخر فين مخشي، شو هذا فين مخشينا ايه هاك انا نحطه معاه كاع يجي تشا. هاي غادي تخرج وغادي تخليه، يلا خرج. هذا الشيء اللي كيبان لكم فيه دابا السبب ديالو، هذا الجرتيل كامل اللي فيه دابا شوفوا كيفاش كيبان لكم موسخ مجرتيل كامل. السبب ديالو هو هذا السيريلاك هذا وديك البرا كان كيبزل الماكله، تيبقى يبزلها وكتبقى دلالي ليه هنايا وكيطلع لي فوق راسو ويبقى يدور في راسو ويحك حتى كيتجرتيل كامل. وداك السيريلاك ملي كيبقى فوق الريش كيبقى يتلصق وتيكرم وكيخسر ليه الديكور ديال الريش ديالو. داكشي علاش دابا انا غادي نعومو، ولكن بغيتكم تشوفوا هاد الفيديو اللي غنخلي لكم دابا، هاد الفيديو اللي كتشوفوا فيه دابا قبل النهار اللي فيه جبتو، داس عليه دابا شي 11 يوم ما كانش بحال هكا. شوفوا كي كان نقي، ها نتوما راك تشوفوا كيفاش كيبان لكم، يعني ما كانش بحال هكا، يعني بسبب هاد الماكله هادي اللي قلت لكم هي باش ولا تجرتل ولا بحال هكا. ولكن حنا دابا درتو فهاد البانيو، علاش درتو فهاد البانيو؟ غادي نعومو غنغسل ليه مزيان غيتنقى كامل والريش ديالو غير ارجع كيف ما كان نوبل الاولى وحسن. واخا كاين الشمس سخنت ليه الماء في المقراج وغادي دابا نبردو عاد غادي نعوم. واحد اللقطه واعره، شوف شو هاد اللقطه، هذيك البره اللي في سيريلاك باقا ما مغسولاش مشات لها المشا وكتحس فيها. كيعجبو مقال على سيريلاك تشل شويه نساليه ونعطيهم شويه. خليك هنايا بما نعمرت هذا بالماء، هذا الماء بارد اللي كبيت دابا عاد غادي ندير ليه الماء سخون. علاش درت ليه الماء سخون؟ هذا الماء سخون هذا هو اللي غيرطب ليه داك هذا الشيء، هذا الشيء اللي تيبان لكم هنايا هو اللي غيرطبوا ليه الماء سخون باش ناري وقع سخن بزاف. نزيد نبردو ما نسخنوش بزاف، نخلي دافي شويه باش ما يحرقوش. دابا مزيان، وهذوك القرود راه كيشوفوا فيا شويه ديال عينها زرقين. اش بان لكم نعوم هادو تاهما؟ تاهما هادو خصهم شي عومه، كي ما عرفتش واش المشاش يعومهم ولا مش يعومهم، انا ما عنديش معلومات على المشاش. اه كوكو اش شي شي شو غنوريكم واحد اللقطه شي شي شو نجيب لي حدا شوف كي شوف فيه. يلا دابا تخشى باش تعوم، شوف شو الريش ديالو شي ملاصق عليه. هاهو راه غادي نسردو كامل كامل، غادي يسرد حيت الا مسردش كامل مغيحيدش منو داكشي، ولكن في الاخر غنشفو بواحد الطريقة قلت لكم مغاديش تشيقو. شوف ديك المشة مشات لسيريلاك كتشم فيه، هاد راه واقفين حدايا كيلعبو هنا وانا هنايا زعما راه مكنخافش منهم. دابا وصلت مع المرحلة الأخيرة، الريش ديالو واحد البلاصة من هنايا ومن هاد الجهة اللي من هنايا كان لصق في هداك الشي مبغاش يتحيد، مني رطبتو بالماء طاح مع الريش ديالو، وكان ماشي مشكل غيعاود ينوض ليه
دابا شنو غندير لي؟ غنحيد لي هاد الماء وغنعاود نشللو تشليله اخرى بالماء نقي، حيت هاد الماء كيف ما كتشوفوا راه توسخ وتشد الدم وتدسم بالريش ديالو. غندير لي اخر تشليله وغندي نشفو بديك الطريقه اللي قلت لكم. ها هو الماء باش غادي نشللو اخر مره. غنعاود نقولها لكم، راه واخا كتشوفوه هكا في الاخر ديال الفيديو غادي تشوفوه بواحد الصيفه ما غاديش تعرفوه، حيت غينشف مزيان ما يبقاش فيه الماء والريش ديالو غادي يتطلق، غادي يعمر هاد البلايص اللي كيبانوا لكم خاوين. والمشات راه باقيين تيدورو هنا، بقات هادي مع الاخرين فين مشاو. الصراحه دابا انا ما بقيتش كنعرفو، تبدل بزاف مع الماء، كيلصق لي الريش ديالو كامل تيتجمع تيولي في شكل اخر، ولكن دابا غادي نشفك.